يعني يا اشتكيت للشرطة يا اما شفت لي شيء منظمة ترعى هالبنت، واحسن ما تضل عند ابوها ويصير فيها اللي صار. حاول بصلح بايده، او اذا ما احسنت فبدي الجا الجهات المختصة هي اللي تضبط الامر. بحاول اني اروح عند ابوها واقنعه بانه يفكها او شيء، او اذا ما اقتنع مني بحاول اروح لاقرب مخفر انه يجي يحل هالامر. انا كنت بعيط على ابوها، انا من نوع ما بسخب الاطفال ابدا ابدا، حرام. الطفل هذا ملائكه وامانه برقبتنا، يعني انا ما بسكت، انا وحده ما بسكت، اذا شفت هيك منظر ما يعني ممكن انا اضطر اروح انا اشتكي عليه. بخبر اهلها، قرايبين، اعمام، اخوال، اهلي بيحسنوا بيتصرفوا. انقاذ حياه طفلي، لانه هذا الشيء المهم بالنسبه لي انا. والشيء الثاني بلغ السلطات المعنيه في الشيء والجرم اللي ارتكبه والد الطفل بحقه. الناس عم بتطلع هيك بيقولوا يصطفلوا منه لاولادهم لابهاتهم، نحن ايش دخلنا؟ عرفت علي شلون؟ وهو يعني بده يصير، لاني بس طلعت عليهم بالعيله بده يطلع الصوجي عليك. مستحيل تم قاعد ساكت وما اقدر امنعه، بدي اوقف عنه هذا الظلم، لانه هذا شيء اسمه ظلم. فانا لما بدي اكون ما قدر رد الظلم فهذا شيء مو انسان او شالي ولا بيرضى فيه رب العالمين. يحاول فكه، بدي خلصه من عند هالمجرم اللي عم يجنزره وبيعذبه وبيعنفه. يعني بدي انا يعني بدي اشوف هالطفله هيك، بدي يعني ما بحسن انا اتدخل، بس بدي اطوع نفسي واجيبها واحطها واخلصها انا من هالعذاب. بس انا كنت بدي اعاقبه، يعني لو انا موجود عقابه شديد بالنسبه للعمل هذا اللي جرى للبنت هاي. نحكي معه، استوعب الكلام، استوعبه، ما استوعبه لازم نخبر عنه. تفكها حتى اذا اضطريت اتكون انا وابوها وانا واهلها، ما بيصير هذا الشيء، حرام من الله ما بيجوز. بحكي معه شلون انت هيك بنتك هاي طفلي هاي بسن جنزره، بمنعه باي طريقه بمنعه. لازم نبلغ عليه الجهات المعنيه، الشرطه العسكريه، الشرطه المدنيه، انهم يجون يعاقبونه.